مساء الخير عزيزي المشاهد، الحلقة الثالثة من برنامجك واتساب الكويت. احنا في الكويت الجميلة، كويت الأمن، كويت الأمان، كويت الاطمئنان. الله يعز الكويت ويخلي الكويت وشعب الكويت وكل من يحب الكويت، قول آمين. من هذا المكان أيضا اليوم ثاني يوم أو ثاني حلقة من المركز العلمي الحقيقة، وورانا مجموعة من الأسماك الجميلة اللي بعدين راح نتحكي عنها وعن الهراير وشلون إن بعضها أحسن من بعض الأوادم بالطريق. كثيرة نقاطنا، أمورنا كثيرة، مرورنا كثير، حوادث ولله الحمد مع الأسف الشديد كثيرة، الوفيات في ازدياد، أمور كثيرة جدا جدا تعور القلب. فإحنا جبنا الليلة الجراح المداوي اللي ممكن يحط النقاط على الحروف، أخونا سيادة اللواء عبد الله المهنة، الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية أبو عبد الوهاب. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. سعداء أنك تكون معنا على الهواء وفي الموعد الجديد للبرنامج اللي هو 10:15 بدال 10، فمني رايح كل ليلة حلقتنا تكون بال10:15، فأنت فاتحة خير علينا الليلة إن شاء الله، مرورا ومخالفاتا ومحبة وصحة إن شاء الله أبو عبد الوهاب. إن شاء الله. ما الجديد؟ أول شيء مساك الله بالخير أبو خالد، والشكر الجزيل لك والأخوة القائمين على برنامج واتساب كويت، والحقيقة يشرفني أن ألتقي معاكم في هذه الليلة، التواصل مع أخواننا المواطنين والمقيمين للحديث عن طبعا جانب مهم في حياتنا هو الجانب المروري. صحيح. بالبداية خلنا نعطي أول شيء فكرة بالنسبة للطريق وما هو الطريق. يعور القلب الطريق. فعلا، يعني هو الطريق حقيقة هو حاجة ماسة للجميع، وهو مرفق عام، والحقيقة يعني الدولة يعني تبذل قصارى جهدها في تسخير كل الإمكانيات بما يتعلق في الطريق، والطريق هو مرفق أنا أعتقد متداخل مع حياتنا في جميع المجالات، بالنسبة للكبير، بالنسبة للصغير، بالنسبة التاجر، بالنسبة للفقير، بالنسبة للموظف، بالنسبة للطالب، بالنسبة حتى ما يتعلق في الجانب التجاري والجانب الصحي، كل ما يتعلق بحياتنا هو مرتبط في الطريق. وبالتالي أعتقد يعني يجب أن يأخذ حقه في كل المجالات، كل المجالات وكل المؤسسات والوزارات ايضا اعتقد بعد الهضم. صحيح. وليس الاداره العامه للمرور، لان الرك حاليا كله على الاداره العامه للمرور. هو الاداره العامه بحكم اختصاصها كجانب مروري، ولكن لما نتكلم عن الجانب المروري بمفهوم العام، لا، هو كل مؤسسات الدوله معنيه. صحيح. واذا كانت هي طبعا في ازمه فهي ازمه وطنيه تعتبر في الجانب المروري، ويجب تضافر كل مؤسسات الدوله في حل هذه القضية، وتأخذ حتى الجوانب نقول الشراكة المجتمعية أيضا لها دور فعال في المجتمعية. كيف يعني شراكة؟ يعني بمعنى أن يكون دور للأسرة، دور للمسجد، دور للمدرسة مثلا أو مرافق التعليم بشكل عام، دور للمستشفى ممكن، ممكن حتى دور للمقبرة بعد يمكن. كلنا زايرين الوفيات اللي يروحون المقابر. نعم، نعم، وللأسف يعني مع الأسف الشديد. نعم، والله لو يدورون يزورون المقابر كان ما يسوون اللي يسوونه، هذا الحقيقة. نعم، تفضل بعد. نعم، لما نتكلم طبعا عن الجانب المروري حقيقة يعني تبذل الإدارة العامة للمرور وأيضا حتى الجهات الأخرى يعني في الدولة قصارى جهدها في التعامل مع ما هو موجود على الأرض في شوارعنا وفي الجانب المروري. احنا بحثنا كل الجوانب حقيقة، يعني بالنسبة للجانب ايضا القانوني والتشريعي، وعملنا بما هو مطلوب منا في تعديل بعض القرارات واللوائح المرتبطة في رخص القيادة، ايضا قاعدين ندفع في موضوع ما يتعلق في المركبات وامور الفحص الفني، وبالنسبة للتراخيص بشكل عام يعني كإدارة عامة. أيضا قاعد ندفع بالتنسيق مع جهات الدولة الأخرى في المتعلقات التي ترتبط في الجانب المروري، والحقيقة قطعنا شوط وايد يعني في هذا الموضوع. هل الجهات الأخرى متجاوبة معاكم؟ في تجاوب إن شاء الله، والتجاوب يعني مستمر،
احنا عندنا طبعا اللجنة الخماسية، هذه طبعا مشكلة من جميع مؤسسات اللي هي ذات الاختصاص المباشر نقول، اللي هي طبعا متمثلة في وزارة الأشغال وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء وجامعة الكويت كجانب بحثي، بالإضافة إلى طبعا وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور. هذه لها دور طبعا متابعة كل ما يتعلق في المشاريع أو ما هو مستجد أو متطلبات مرتبطة في الشوارع، اجتماعاتها أسبوعية وهي تتابع جميع هذه المشاريع وتعطي توصياتها وأيضا تتابع لحين تنفيذ أو إقرار المشروع. أيضا احنا قاعدين ندفع في الجوانب مع المؤسسات الدولة الأخرى، يعني حتى مثلا الإدارة العامة للجمارك في الجمارك، الجمارك طبعا من ناحية المركبات، المركبات يعني، وكل ما يتعلق أيضا في المرافق المرتبطة في الجمارك، الموانئ على سبيل المثال، وإحنا نعلم تماما بأنه تقريبا المصب النهائي بالنسبة للشاحنات وحركتها من وإلى. يعني تقصد طال عمرك يعني يكون لها وقت محدد مثلا، تحرك محدد ولا لا؟ حل كل القضايا، يعني مثلا كان عندنا في ميناء شويخ على سبيل المثال، نعم، في كان نوع من الفوضى بالنسبة للشاحنات ووقوفها ودخولها وخروجها وتحركها، دخولها وخروجها فهذه العملية أيضا تحتاج أنك أنت تنسق، نسقنا مع الأخوان في الجمارك، نسقنا مع الأخوان بالمواني، أيضا قاعدين الآن يعني خصوصا وفق ما هو واقع حاليا بالنسبة للمشاريع الدولة اللي هي تعتبر الرئيسية أو العملاقة بالنسبة لطريق جمال عبد الناصر والجهرة، الجسور اللي احنا نشاهده ويشاهدونها الكل في فترة طبعا في مراحلها ومراحل الإنجاز تحتاج تسكير بعض الطرق، تحويلات بما فيها يمكن إلغاء بعض الجسور، وهذه بالنسبة لنا لازم تأخذ عملية التكييف الكامل والتنسيق مع الجهات هذه. الآن قاعد ندرس حتى في موضوع على سبيل المثال تخفيف الضغط على ميناء شويخ، تخفيف الضغط على ميناء شويخ بما يخص الحركة التجارية وحركة الشاحنات، وتحولون أي مين؟ التحول إلى ميناء شعيبة. ويعني حسب كلام الأخوان يعني ممكن تحويل ما يمثل 50% من حركة الشاحنات وتحويلها إلى شعيبة، ولكن طبعا هذا مرتبط في الجوانب نقول الأخرى بالنسبة حق نقول المواقع الجمركية، لابد أنك توجد موقع جمركي مناسب، خصوصا طبعا احنا عارفين مدى حساسية المنطقة الشعيبة والمنطقة الشاملة بشكل عام وخطورتها، فنحتاج إلى موقع بديل، وهذا الحين ماشيين فيه إن شاء الله مع جميع الجهات اللي هي معنية بالنسبة للهيئة العامة للصناعة وبالنسبة للهيئة الشعيبة الأمور هذه ما راح تعمل ربكة مرورية بالعكس، هي أنا شايف أنه الربكة يوم عن يوم قاعدة تزيد، هي بالعكس احنا قاعدين رغم من جهودكم طبعا بعض الأبواب، ولكن الربكة يوم عن يوم قاعدة تزيد والاختناق يزيد مثلا. هو أنت بالنسبة لك الاختناق وهذا عندك فترات ذروة طبعا، هذه فعلا تحدث فيها الاختناقات، ولكن أنا أتكلم بارتباط إنجاز المشاريع في عملية التنسيق مع الجهات بحيث أنه لا يكون عندك اختناق أكثر. احنا في مرحلة في يعني مثلا طريق الجهرة بس تحويلة تغيرت كثير من الأمور صراحة تضرر منها الأخوة المواطنين، حتى بما فيها شلون يوصل إلى المستشفى، فعملنا التعديلات اللازمة بحيث أنه ما تحدث هذه الأخطاء أو تحدث هذه الأشياء اللي تخل أول شيء في إنجاز المشروع وبالتالي تنعكس في مصالح المواطنين والمقيمين. على طاري طال عمرك مساء على موضوع الاختناقات، في صديق عادل عثمان يسألني اليوم يقول يا أخوي أحمد احنا دائما نشكو من الاختناقات المرورية في البلاد الأخرى، يقول في اختناقات أكثر ما عندنا بالكويت بالساعات، يقول يمكن احنا من إشارة لإشارة ربع ساعة ونص ساعة بالكثير، لكن في برا على كلامه طبعا انه تاخذ بالساعات، فشنو تعلم؟ قد يكون ولكن احنا يجب ان نقتدي بالشيء الافضل والاحسن.
ولا ننظر إلى موضوع هذا ونتمثل فيه. بالعكس أنا أنظر لأنه في عندنا مشكلة اختناقات قد تكون يجب أن تختصر ويجب أن بالعكس أنا أبحث إلى عملية الإيجاد الانسيابية في الحركة السير بقدر الإمكان. الآن عندنا البنية التحتية والطرق يعني قد تكون محدودة قياسا على عدد المركبات، وعدد المركبات بازدياد، هذا ما يتطلبه طبعا بالنسبة لكل الجوانب من احتياجنا كمواطن أو مقيمين أو بالنسبة للحركة التجارية بشكل عام وانفتاح الدولة. نعم. فكلها مرتبطة في الطريق. فبالتالي هذا طبعا واجب علينا حنا كلنا كمؤسسات دولة أن نبحث عن الأصلح والأجدى والأحسن. نعم. شو رأيك ننتقل إلى عندنا تقرير سيادة اللواء حول آخر اجتماع لكم الأسبوع المرور الخليجي اللي عقد أعتقد في مارس الماضي. نعم. نشوف التقرير ونرجع نشوف الموضوع. تفضل. تقرير يبدو أنه مضى عليه أكثر من سنة، بدليل شفنا أن أخونا اللواء عبد الفتاح العلي أبو أحمد أيضا يقوم بجهد طيب في تلك الأيام، ولا زال يقوم اللواء عبد الفتاح بجهد طيب في عملية الأمن والأمان في وطن الكويت. الله يعطيك العافية أبو أحمد. الله يعطيك العافية أبو عبد الوهاب. بساعة وإحنا نعرض التقرير سيادة اللواء قلت لي أنه يقومون بتوزيع بروشورات أو كتب أو زهور أو نعم هو أو سيفونير. نعم هو نوع من الأنشطة اللي قاموا فيها طبعا بالنسبة لزيارة الوفود الخليجية لدولة الكويت. طبعا من ضمن البرامج هو الالتقاء والتواصل مع الجمهور ومع أصحاب المركبات، ويمكن ما شاهدناه هني لكن حتى في الأسبوع المرور الحالي يعني كان نوع من أكثر من نوع من المودة والتواصل مع أصحاب المركبات في البروشور مع باقة من الورود أو توزيع كيف الورود. كيف تجد العملية صدى عند أصحاب المركبات؟ والله كانت جيدة حقيقة يعني فعلا يعني والنظرة بدل كتيب بعدين يحطه ويمشي. لا هو النظرة بدل لا أنا أخالفك أنا أعطيك وردة عنوان عنوان النوع من الألفة. نعم. وإن إحنا مو قصنا رجال مرور هو فقط إيقاع المخالفة بقر ما هي توصيل رسالة إن إحنا نحتاجك ونحتاج دعمك معانا في موضوع الجانب المروري. صحيح. فنحول المخالفات إلى حديقة جميلة. حديقة جميلة كانت طبعا وكل فكرة وعمل فيها رصة مخالفة.
طبعا هي بالتالي هذه كانت الفرصة بالنسبة لأسبوع المرور، ويمكن كان في أنشطة كثيرة منها كان على موضوع فتح البلوكات، وأيضا بالنسبة للتواصل مع المخالفين بحيث أن نقول اعطائهم فرصة لإعادة النظر في المخالفات اللي عندهم. بالإضافة طبعا كان لنا نشاط مع الإخوان في ضيوفنا في الدول المجلس، في ما التقاء معهم في ما يتعلق في الاطلاع على التقنيات وما هو موجود من تقنية جديدة بالنسبة لغرف العمليات، بالنسبة لما هو موجود معلومات إضافية أو مشاريع. فكانت طبعا هذا كأسبوع مرور، ولكن احنا نظرتنا الآن ومن الآن وهذا كمنطلق أن أسبوع المرور راح يبقى مستمر طول السنة، وإن شاء الله طول السنة كجانب توعوي. يعني مو أسبوع، ما راح احنا نقول اسبوع، قد يكون فيه التركيز والكثافة ولكن راح يكون ان شاء الله من الجانب التوعوي. انا اتكلم الجانب التوعوي مثل ما كنا شفناه في اسبوع المرور، راح يمتد ان شاء الله على مدار السنة، على مدار السنة سواء مع المؤسسات الدولة او مع نقول حتى القطاعات الخاصة او ما شابه. بإيصال الرسالة للمواطنين في مدى أهمية المرور والجانب المروري، ونحن معك كمواطن. بالعكس، وأيضا نحتاجك معنا في الشارع أن تكون مطبق قوانين ولوائح وأنظمة المرور. هل يطبقونها؟ ما يطبقونها طال عمرك. يعني الحين أنا شفت اليريور هذا، شوف اليريور هذا، هذا أنا أعتقد عنده مخ أنظف من مخ بعض الناس، بعض الفئات المستهترة في الطريق العام. شايف اليريور الجميل المسالم هذا، تلقى عند الإشارة يسوي فوضى، وتلقى بالطريق العام يسوي فوضى، إن كان يمتطي شو اسمه على ما قال موتورسايكل هذا الدراجة النارية أو السيارات من حجم الكبير، فتجد الفوضى وتجد الاستهتار وتجد الرعونة. ما في على ما قال مخ، ما في يريور مخفي، هذا مخ ما في خالد. يعني خلنا نكون واضحين، يعني هو المشكلة يعني قد تكون هي ثقافة مرورية يعني وتوعية نقول أسرية. يعني أنا أرجع مرة ثانية، أرجع مرة ثانية للأسرة، ما تجده من فوضى في الشارع قد تجده أيضا في المولات. صحيح، نعم، وتجده في المرافق العامة. نعم، وللأسف يعني إحنا يعني ما نرجوه طبعا من يعني حضرتك أفهم كلام حضرتك، انعكاس ما يدور في محيط الأسرة ينعكس بالشارع، ينعكس في الشارع وللأسف، يعني في الشارع، في المولات، في الخلاء، في مواقف السيارات، وي 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 وي. فيبقى أن الشارع يعني أكثر عرضة لأنه يتحرك في مجال أوسع ومن خلال مركبة، والمركبة سلطة في الشارع ذاتية، هو يتحرك بذاتيته، يعني غير لما يمشي مثلا مترجل أو خلافه. فهو لما يركب مركبته، ومثل ما تفضلت يعني للأسف في بعض قادة المركبات يعني قاعد يسيئون بشكل واضح لأدبيات الطريق وأخلاقيات الطريق. عندنا احنا يعني يفترض هذا المرفق هو مرفق عام وحق للجميع، ولكن فئة من الناس، وأنا يعني أتمنى أن هذه الفئة تتضاءل أو في يوم من الأيام ويحسون. هل قاعدة تتضاءل طال عمرك؟ احنا نتمنى، ولكن قاعدة تزايد. هو طبعا يتوقف على مثل ما قلنا احنا الأسرة، جوانب التوعية الشاملة، التربية. انا قلت يمكن قبل شوي قلت دور الأسرة ودور المدرسة ودور ايضا حتى الديوانية. خلنا لا نروح بعيد، احنا كلنا بعمارنا وكذا عندنا ابنائنا. صحيح، يفترض ان احنا نتداول شلون مشاكل ابنائنا في الديوان. للأسف تجد الأب هو من يفزع ويجزع بالنسبة على لما ولده يخالف، وهو يتصدى لك أنت كرجل أمن أو كرجل مرور أن ابني متربي وأنتوا شلون كذا وشلون كذا تخالفونه، بدل أن يقف موقف فعلا أنه يتصدى لابنه في مخالفته أو في تجاوزه للقانون، يقف موقف إيجابي مع ابنه، وراح يخلق ويزرع في نفس ابنه هذا الشعور. نعم، اللي نشوفه في الشارع. نعم، للأسف. نعم، فاحنا نرجع الى موضوع يعني ادبيات الطريق، هذه يعني مطلب اساسي لكل من يقود المركبه سواء كبير بالسن او صغير بالسن او ايا كان. طيب هذه ايضا ممكن تكون من مرحله رياض الاطفال، يعني يبنون في الطفل ومن مرحله نعومه اظافره على ما قال لما يكبر في كيفيه احترام المرور، نظام المرور، يكون من ضمن المنهج التربوي لوزاره التربيه.
يعني احنا نطمح. هل نسقتوا مع التربية في هذا المجال؟ حقيقة يعني كنا ندفع في هذا الموضوع وعرض علينا برنامج يعني في المناسبة في أسبوع المرور هذا ان في برنامج في طبعا مرتبط في رياض الأطفال، وهذا شيء زين يعني جدا يعني مهم في تأسيس الطفل. بدأوا فيه؟ نعم، وأنا حقيقة طلبت منهم. ولا سوف أبو سوف؟ لا لا، بدأوا يعني بدأوا فيه، بدأوا فيه حقيقة هذا البرنامج، وإحنا نشد على إيدهم، وأنا طلبت منهم أن يمتد إلى باقي مستويات نقول الابتدائي والمتوسط والثانوي. طيب. لأن بعد الثانوي خلاص أصبح هذا الإنسان الشاب أو الشابة ناضج وراح يحصل على رخصة قيادة، فيفترض أنه تأسس بشكل صحيح وعلمي من الأساس من الرياض. طيب شات اللي هو أنا بسأل سؤال الآن، إذا كنت أنتم كإدارة عامة للمرور أو تربية أو غيره، الحالات الكثيرة الموجودة بالمستشفيات اللي على السرة بسبب حوادث السيارات، عمود الظهر عمود الفقري مكسور، مخ ضايع، هل في برامج خاصة للأعمار الكبيرة اللي نقول على مستوى الثانوية العامة المؤهلين لنيل الاستمارة، هل تأخذون من المستشفيات؟ هل في تنسيق مع التربية؟ هل في تنسيق مع الصحة؟ هل في تنسيق مع وزارة الأوقاف في المجال هذا؟ أنا أعتقد هذا يمكن قد يكون هو مرتبط في دقول مشاركة مؤسسات الدولة ذات العلاقة، وأنا أعتقد أنه يفترض أن يكون من ضمن جوانب التوعية، وأتكلم يعني خصوصا بالنسبة للفئة نقول الثانوية العامة. الثانوية العامة المؤهلين للحصول على أن يفترض أن يكون في لهم يعني، لأن هذا مؤهل أنه خلاص يحصل على الرخصة، أن يكون في زيارة. وإحنا مستعدين أيضا، وهذا نمارس هذا الدور حاليا في إعطاء محاضرات ودروس وما يتعلق في أمور الجوانب التوعوية في الثانويات وبالنسبة للمدارس سواء ذكور أو إناث، ولكن وراح نمتد إن شاء الله يعني طول العام بهذا الجانب، ولكن نتمنى كثافة مثل ما تفضلت في أن يكون هذه الأماكن دروس ووعظ بالنسبة للطبيعة. الطبيعة بالضبط، هي شاب عمره في مقتبل العمر ظهره منكسر أو وكله بسبب الرعونة والاستهتار في الطريق. طبعا قد يكون هو الاستهتار وعدم الانتباه جوانب كثيرة. أنا إذا أذنت لي يعني أبو خالد يعني أنا أذكر لك بعض الإحصائيات الآن عشان نكون واضحين فيها، يعني بالنسبة لـ 2014 تكلم كمخالفات يعني وصلنا إلى 6,574,000 وما يزيد، هذا عدد طبعا مخالفة يفترض. ولا دينار؟ لا هذه مخالفة. مخالفة طبعا انت بتحسبها بالدينار على نوع المخالفة اذا كانت هي جسيمة او بالنسبة للمخالفات البسيطة 6 مليون وشوي. طبعا عندي ايضا بعد يعني من ضمن الاشياء اللي تفضلت فيها الاستهتار والرعونة، احنا تعاملنا مع 12,000 بلاغ يتعلق في الاستهتار، 12,612 بلاغ يتعلق في الاستهتار والرعونة. هذا مؤشر فعلا ان الناس هذه مو قاعدة تعض، مو قاعدة تجاوب، مو قاعدة تلتزم في الأسرة ما تربي. احنا نقول ونرجع على الأسرة، للأسف بعضهم من يأتي لي يقول ان ولدي ما سوى ما فعل مع انه يدري فيه انه هو، ولكن يتشفع لو يشتري له سيارة ما عنده جازة ويشتري له سيارة اساسا مخصصة للاستهتار والرعونة بهيئتها بشكلها، والسيارة توقف عند البيت وبهيئتها وبشكلها اللي هو ينم على الاستهتار والرعونة، سيارة جاهزة، سيارة تويرها مقطعة والبابا يبارك وكل شيء واضح فيها والماما يباركون، وهو يدش ويطلع البيت ويشوف السيارة ويشوف ابنه، وللأسف أنه يقض النظر. طيب الاستهتار والرعونة شات اللواء، نعم، عند الجنس الناعم أيضا موجود فصيلة النشرات، للأسف بعضهم يطلعون بالشارع يصيرون نشرات. قد يكون طبعا هو التجاوز بالنسبة للمخالفات كاستهتار ورعونة، هو مو معناته أني أنا أكون في حلبة لهذا المجال، الشارع للأسف قاعد يستغل ذكور أو إناث أو في إناث. بعض الأحيان هل في نسبة وتناسب بينهم؟ يعني أنا أقول لك يعني بالنسبة لحق النسبة طبعا الإناث أقل أقل أقل، ولكن يبقى هو موجود موجود، وهذا هاجس بالنسبة لنا حنا بتصاعد بتصاعد
يعني تطلع حارة الخدامة أو حارة رايلة في البيت تطلع بالشارع. قد يكون انعكاسات طبعا المنزل انعكاسات العمل. نعم نعم نعم. يعني هذه كلها يصير الشارع للأسف في بعضهم ينظر لأنه مكان للتفريق. وهذا طبعا على يتسبب طبعا خطر في حياته وحياة الآخرين. صحيح. واللي ينامون على التلفونات طبعا ولا سيلفي كذي بالتلفون قاعد بالسيارة انت قاعد تسوق ولا قاعد بالحمام طالع وجهه بالمنظرة كذي. للأسف يعني الهاتف بدل له كان او اصبح او هو بالأساس وسيلة للتواصل اصبح وسيلة للقتل وسبب رئيسي قد يكون السبب الرئيسي لأكثر الحوادث. طيب وينكم الإدارة العامة؟ احنا نخالف يعني انا اعطيك يعني بالنسبة لاستخدام الهاتف النقال هذا خلال 2014 19393 مخالفة يعني هاتف نقال 20,000 تقريبا في الثلاث شهور من السنة هذه 17,000 لان كثفنا الحملة بالنسبة 17,000 222 مخالفة اضربهم باربعة يعني هذا طبعا احنا نتكلم 80,000 طبعا 70,000 انت هذا من تتعامل وياهم ويستخدم الهاتف فاذا الكم من استخدام الهاتف شو يمثل غالبية المركبات معناته. طيب ما في طريقة ما في سيستم ما في تكنولوجيا معينة تعتمدون عليها برا بحيث انها تنحط بالسيارة سيارة اللواء ويتكلم بحريته ولكن حط باله على الطريق وماسك السكان مثل السماعات او سبيكر التكنولوجيا موجوده وما حد يمنعك ان انت في وسائل عن طريق السماعه الواير او السماعه البلوتوث او ايه في الموجوده عند السائقين ولكن حتى مع هذه احنا ما نقول هو استخدام الهاتف للاتصال او استقبال المكالمه للاسف الهاتف اصبح وسيله للترفيه في أثناء القيادة نايم على التلفون أنا أقصد يعني إرسال الرسائل واتساب على برنامجنا حنا واتساب كويت مو واتساب حوادث فللأسف أنهم يعني قاعد يستخدموا الهاتف بصورة غير مغايرة كان المفروض طبعا في فترة القيادة أن أتحفظ فقط للطوارئ أني أنا أستقبل أو أن أعمل مكالمة ولكن من خلال مثل ما تفضلت الوسائل الأخرى وليس باستخدامه باليد وانشغالي عن القيادة. أيضا بودي أنا استعرض وياك يعني بعض يعني من الأشياء اللي حنا يعني خلال 2014 حنا قمنا في حجز ما يقارب 62,363 مركبة يعني هذا يعطيك معدل بالنسبة للمخالفات الجسيمة لأن المخالفة الجسيمة يمني عليها حجز المركبة فهذا مؤشر أيضا يعني خلينا فعلا نأخذ ايضا عندنا حجز دراجات ويمكن هذه راح يكون موضوعنا ايضا تالي اي نعم بحدود 971 الحوادث وهذه النقطه اللي طبعا سواء كان نتج عنها ما نتج من اصابات وصلنا الى 99,047 حادث مروري خلال العام الماضي 99,000 دخول النظارة طبعا بسبب جسامة هذه المخالفات نرجع إلى المخالفات عندنا بحدود 2627 شخص دخلوا نظارة المرور بسبب مخالف طبعا حسب القانون هي 48 ساعة بعدين يطلعون عادي بعدين طبعا تأخذ عليه تعهد بعدم يخرج ولكن تبقى ما أشرنا له بالنسبة لنوع المخالفة وجسامتها بحجز المركبة أو سحب الرخصة في بعض الأحيان للأسف نرجع مرة ثانية للمعدل الوفيات وصلنا إلى 461 في السنة الماضية أعتقد أخطر من السلاح نفسه أصبحت المركبة سلاح قاتل مع الأسف سلاح قاتل بمعنى الكلمة يعني طبعا بسوء الاستخدام صحيح. نعم. بسوء الاستخدام قبل أن أكمل التقرير بعد وهاب عندنا أيضا تقرير تلفزيوني عن عن الزحامات والحوادث والأمور ممكن ننتقل للتقرير شباب
شيء عور القلب. شفت الصور؟ نعم. شوف السمك اللي ورانا شلون يمشي بهدوء وسلاسة، والله شيء يعني شيء ما عندي شيء أقوله، ما عندي شيء أقوله. نعم. أكثر من نعم. شفته. نعم. فضل طه. نعم، احنا تبي نكمل موضوعنا على الاحصائيات. فعلا يعني احنا عندنا احصائيات مريبه يعني بالنسبه حق. طيب هل الاحصائيات بازدياد؟ هذه الاحصائيات بازدياد، واسابيع المرور بازدياد. كلما زاد عدد المركبات، طيب كلما زاد عدد المركبات وقلت الامور، نقول الالتزام بقوانين ولوائح المرور، ارتفع معدل. طيب المركبات بازدياد، نعم، والشعب بازدياد، والوافدين بازدياد، ولكن لا جسور معلقة، لا أنفاق، لا غيره، لا غيره، أسوة بدول بعض دول مجلس التعاون. ليش ما عندنا شيء هذا؟ أنا أعتقد هذه هي مشاريع الدولة، وهي طبعا واضعة برامج بالنسبة لهذه المشاريع، والمعنية فيها طبعا وزارة الأشغال في تنفيذها. و أعتقد يعني الإدارة العامة للمرور يعني قدمت على الوضع الحالي عدة مشاريع، يعني تقدمت فيها كحلول نقول آنية لامتصاص عملية الكثافة المركبات الحالية، ومثل ما تفضلت يمكن قبل شوية يعني موضوع المسارات الطرق بعضها تحتاج أمور تعديل، فعشان كذي قامت تعديل وتسريع. وتسريع طبعا هو مرتبط المشروع اللي تابع لوزارة الأشغال على سبيل المثال، وليس الحصر، يعني بدل ما خلص بشهرين ياخذ له 6 اشهر و7 اشهر. وانا يمكن اعطيك انا مثال على هذا، يعني احنا من 2010 الإدارة العامة للمرور تقدمت ما يقارب بال 128 مشروع تعديلي، يشمل عملية توسعة، فتح حارات إضافية، بالنسبة لتغيير مسارات، بالنسبة لتوسعة التفافات، بالنسبة لنقول عمل مداخل، إغلاق مداخل، هذه كلها طبعا بعدة مشاريع مثل ما أشرنا لها 128. ما أنجزناه من 2010 هو 42 مشروع. عندنا أيضا بحدود الخمس مشاريع الآن في قيد التنفيذ، المتبقي 81 مشروع. ومتذا إن شاء الله بالصلاة. وأنا أزيدك في الشعر بيت، طبعا أيضا تقدمنا من ضمن الـ 128 عندنا 46 مشروع عاجل، بمعنى أنه مواقع التعديل هذه المطلوبة هي حساسة ونطلب فيها الاستعجال من ناحية الوقت. أنجزنا منها ما يقارب 6. القيد الإنجاز بحدود 4. أيضا عندنا بحدود المتبقي 36 مشروع عاجل. زين. تشمل مثل ما تفضل هو عمل التحويلات، يعني مثلا عندي تحويلة من مثلا من الدائرة الخامس مرتبطة على سبيل المثال، يعني مرتبطة مع مدخل الرقعي، من حارة مكان ضيق ومكان حيوي مهم، بعدها تنفتح 3 حارات، فيبقى التعديل في المدخل. متى إن شاء الله بالصلاة على النبي؟ يعني هذه من ضمن الأشياء المستعجلة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني بيكون يعني الأخوان في وزارة الأشغال يعني حاطينها من ضمن أولوياتهم معانا، وإن شاء الله راح يبدأ فيها عن قريب. هذا على سبيل المثال طبعا، إن شاء الله. أنا تكلمت وقلت يعني ما يقارب 46 مشروع عاجل من أصل 128 ما تم إنجازه، كان يعني عدد كنسبة وتناسب يعتبر يعني أنا أقول جدا محدود يعني، ونتمنى خلال الفترة هذه. أيضا على موضوع المشاريع، يعني وزارة الأشغال حقيقة قائمة في عملها. إحنا عندنا الآن طريقين رئيسيين هما طريق الجهرة وجمال، أيضا في مشاريع إن شاء الله تكون لاحقة بالنسبة لطريق نويصيب، إن شاء الله على بداية 10 يتم توقيع عقد، راح يكون إن شاء الله أيضا تعديل إن كامل إن شاء الله من نقطة الالتقاء إلى المنفذ. أيضا طريق الوفرة راح يكون مشروع في بداية شهر 5 راح يتم توقيع العقد، عفوا في نهاية بداية 9، الآن راح يتم الإقلاق على بداية 5، وراح يبدأ أيضا هذا راح يكون فيه جسور بحكم طبعا يعني الآن أصبح المنطقة حية. التوسع قادم إن شاء الله إن شاء الله، ولكن والانتشار هو للأسف يعني كانت هي لازم الخطة متزامنة ما بين
حجم وأعداد المركبات وانتشار المعمار والمناطق السكنية إن تماثلها مشاريع الإنشائية بالنسبة حق الطرق. يعني ولكن إحنا تأخرنا شوية، إحنا نقول ولا بس طموحات؟ لا لا موجودة. أنا قاعد أتكلم عن عقود الآن. أنا أتكلم عن عقود راح تنفذ. يمكن الكل وأشارت وزارة الأشغال في يمكن بالفترة السابقة على أساس إنه أيضا في مشاريع الجسور الالتفاف اللي راح تكون على طريق نواسيب، راح يكون عندنا 8 التفافات بالاتجاهين. نعم. وهذه ان شاء الله راح يتم او بدا العمل فيها وراح يتم انجازها خلال الفتره القادمه. عندي سؤال سالت اللواء، معنا طبعا ضيفنا العزيز اللواء عبد الله مهنا الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزاره الداخليه، يقولون الان شهيه الدوريات مفتوحه لحجز السيارات، اي مخالفه قال لك اصبط سيارتك محجوزه 3-4 ايام ودها مغارة ما أدري ودها كذا، هل هذا شيء صحيح؟ ما في شيء، احنا نرجع إلى موضوع المخالفة نفسها. إذا كانت هي جسيمة، جسيمة مثل إيش يعني؟ يعني أنا أتكلم على أساس مثلا أنت وأشرت يعني الاستتار والرعونة. الاستتار والرعونة أوكي طيب، والسرعات بس في مخالفات يقول لك بسيطة، يقول لك ما في، خاصة إذا شافوا مو كويتي. أنا أطمنك أبو خالد وأطمن حتى إخواننا المواطنين أو المقيمين، إذا كانت المخالفة لا يترتب عليها حجز المركبة لا يمكن حجزها. ولو وإن حجزت هل هناك من مستمع؟ لو حجزت الإدارة العامة لمن يلجأ؟ ومكتب الوكيل وكل الإدارات التابعة في المحافظات أبوابها مفتوحة لأي شكوى، وأبداها في مكتبي أنا. أها إنزين، سؤال آخر، الإخوان الوافدين يقولون نعامل معاملة غير معاملة الكويتي بنقاط التفتيش وغيره وغيره وغيره. نقاط التفتيش أنا أعتقد المعاملة على الكل، وأنا أتكلم كنقاط تفتيش مرورية أو نقاط تفتيش أمنية، يعني ما يقوم فيها مثلا الأمن العام أو شرطة النجدة أو أي جهة معنية بوزارة الداخلية في عمل هذه النقاط، لا يوجد في تفرقة، يعني أنا أحب أوضح هذه النقطة. ولكن إذا إحنا بنتكلم بالنسبة نقول الأجانب، نتكلم كجانب مروري كرخص قيادة، أنا أعتقد يعني في قرار نظم هذه العملية. العقال ما له تأثير يعني؟ أبدا العقال ما له تأثير، ما له تأثير، ما له تأثير. وإذا كانت هنالك تجاوزات فردية حنا على استعداد للتصدي لها. عندكم تلفونات هوت لاين، خطوط ساخنة للاتصال للرد على الاستفسارات، واحد عنده مشكلة عنده كذا كذا؟ وزارة الداخلية هي جاهزة، ويعني 112 هي على مدار الساعة وتتقبل كل أنواع الشكاوي، كانت مرورية كانت أمنية كانت تجاوزات فردية كانت أي إن كانت، احنا على مدار الساعة جاهزين لتلقي هذه الأمور وعلى استعداد لحلها في أي وقت إن كانت. يعني كل مظلمة ممكن تردون عليها؟ نعم. وفي في أحيان يقع ظلم على البعض أعتقد. قد يقع فعلا يقع. هو يبقى العنصر الدورية أو عنصر الأمن هو موظف دولة، وين ما كان موظف دولة. نعم. قد لأي سبب يخون التصرف أو يخون التعبير. نعم. أو فهم لي بعض الإجراءات اللي يقوم فيها ويتصرف خطأ قد يكون. صحيح. صحيح. فإحنا نقول يعني أبواب المكاتب مفتوحة، أنا أتكلم كوزارة الداخلية حقيقة يعني. نعم نعم. والإدارة العامة للرقابة والتفتيش أيضا تتلقى كل ما هو مرتبط في هذه الشكاوي. سعادة اللواء عبد الله المهنا الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية، كنا نتمنى أن الربع ساعة اللي أخذوها منه نعوضها بربع ساعة قادمة، ولكن وقت البرنامج شارف على النهاية. في النهاية كلمة قصيرة، صدق خلصت بسرعة وأنا بعضي ما سألت ولا سؤال. أنا عموما يعني أنا حسيت أن في حتى الآن في أشياء كان بدنا احنا نتحدث فيها يعني تقريبا مرة أخرى إن شاء الله. إيه إن شاء الله. إيه. ولكن أنا كلمتي الأخيرة يعني لأبنائنا أول شيء زين، وأخواننا بالنسبة لمستخدم المركبات، سلامتكم. أي والله. وسلامة يعني نقول أهلكم، لا تعورون قلوب أهلكم، ترى كافي. اي والله اي والله. يعني أنا ما قلتها من يعني وفيات، قد يكون هذا توفى يعني رحمة رب العالمين، ولكن
مثل ما أشرت إلى المستشفيات يوجد فيها حالات حقيقة يعني تأسف أن هذا تقول يا ليت أنه توفى. ولما تقرأ حالة الوفيات إنسان مقعد أو موت سريري نقدر نقول أو فقد أحد أطرافه أو يعني أصبح في صفة عجز كامل بسبب الرؤية وهو شاب سواء يعني من الذكور أو الإناث للأسف. فهذا كافي صحيح. المركبة هي وسيلة نقل واحترام الطريق واجب، وكل ما نقدر إحنا راح يعني ندفع في هذا الجانب إحنا راح، ولكن نحتاجكم معنا، نحتاج وقفة المواطن وأيضا حتى المقيم في احترام القانون. نعم. وإحنا في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكر أخونا اللواء عبد الله مهنا الوكيل المساعد لشؤون المرور، وأيضا نشكر الأخوان في العلاقات العامة، ونشكر الأخ العميد عادل أحمد الحشاش اللي سهل لنا الأمور وسهل التواصل، ونعتذر لكم عندنا ربع ساعة بس الظاهر خذوها منا، نعوضها لكم في الحلقات القادمة مع برنامجكم واتساب كويت. نلقاكم الاثنين القادم الساعة 10:15، بس من 10:15 ل11:15، مو 10:15 ل11. برنامجنا مدته 60 دقيقة وليس 45 دقيقة. مع السلامة. فرصة سعيدة.